بجد التحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي بالجزيره وعقب انتهاء مؤتمر الخاص بالكابتن محمود الخطيب. يسعدنا يكون معانا واحد من ابناء النادي الاهلي الحقيقه المخلصين كابتننا الكبير كابتن رؤوف عبد القادر اللي يمكن النهارده كنا سعداء ما شفنا الحقيقه صورته كابتن رؤوف. ويمكن شكر طبعا من كابتن محمود الخطيب على الفتره الماضيه الكبيره جدا اللي كان فيها ضغوطات كبيره وصعوبات كثيره جدا على النشاط الرياضي وعلى النادي الاهلي، لكن الحقيقه زي ما قلنا عائله النادي الاهلي غير النادي الاهلي يبقى هو على طول النادي الاهلي. حابب تقول يا كابتن رؤوف على اليوم الرائع والمميز جدا. اهلا بيك يا كريم واهلا بقناه النادي الاهلي. طبعا النهارده انا بعتبره عيد، يعني عيد التجمع الجمعيه العموميه، ده شيء حضاري جدا. النهارده بيبقى فيه كشف حساب، يعني اتعودنا تملي ان اي مجموعه انتخابات يعني مجموعه بتنزل انتخابات بتقدم بعض الوعود وما بتهتمش بعد كده باي حاجه، فالنهارده ده شيء حضاري جديد سبق، يعني سبق النهارده ان المجلس يقدم في نهايه مدته كشف حساب عن اعماله المختلفه سواء الاجتماعيه او الانشائيه او الرياضيه او غيره. فبقول انا كنت سعيد جدا بالطريقه اللي تقدم اليوم بيها النهارده، والدعوه ايضا للساده الاعضاء بالنسبه للانتخابات الجديده والمشاركه بفاعليه لاختيار مجلس اداره مناسب باذن الله. طبعا انا من كل قلبي طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب على التقديم اللي عمله بالنسبه للنشاط الرياضي ونتائج النشاط الرياضي وليا على الصعيد الشخصي، يعني ودي مش غريبه عليه. كابتن خطيب ابن من ابناء النادي الاهلي من سنين طويله واحنا داخل النادي ومتزاملين وعشره كبيره، فيعني بتمنى له كل التوفيق وبقول شكرا لمجلس الاداره الحالي اللي الحقيقه اتعاملت معاهم 4 سنين. لازم اديهم حقهم، ما فيش اي حاجه احنا طلبناها كاداره نشاط رياضي الا ما وفروها كامل الدعم للفرق الرياضيه. بغض النظر عن اي حاجه انا بقول ان المجلس ده ادى ما عليه، وبقول ان بتمنى يعني اللي موجود منهم موجود، اللي مش موجود مش موجود، ده مش هيأثر كلنا سواء احنا بره النادي جوه النادي، احنا من ابناء النادي وبنخدمه من بره اكتر من جوه، واتمنى التوفيق للجميع. يعني كابتن رؤوف كلمه لكل النشاط الرياضي الابطال الشباب الشابات الحقيقه على المجهود الكبير والبطولات العديده اللي داخله دولاب بطولات النادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي تقول ايه لكل ابطالنا في داخل النادي الاهلي؟ يعني بشكركم في نهايه الدوره دي، ده حصيله 4 مواسم، في حاجات يمكن يعني ما اتذكرتش، عدد البطولات الافريقيه اللي حققناها، عدد البطولات العربيه اللي حققناها، في انجازات على الصعيد العالمي. فانا بشكر كل ابنائي من اللاعبين والاخوه الزملاء من المدربين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه اللي موجوده، ان لولا الانجازات اللي عرضت النهارده على الشاشه ما كانت حققت اي حاجه من هذه الانجازات لولا المجهود الوافر بالنسبه لجميع عناصر الالعاب الرياضيه. شكرا كابتن. بنشكر اكيد كابتننا الكبير الكابتن رؤوف عبد القادر طبعا مدير عام النشاط الرياضي للنادي الاهلي على هذه التصريحات، بنتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره القادمه. يمكن بكده يمكن انتهى خلاص المؤتمر الخاص بالكابتن محمود الخطيب، حاجه مشرفه ورائعه الحقيقه. يمكن كاعضاء النادي الاهلي كل كان سعيد النهارده على حجم الانجازات، وزي ما قلنا اكثر من مره مجلس اداره النادي الاهلي وعد الفتره الماضيه ووفى الحقيقه بنسبه كبيره جدا تتخطى ال 95% من كل الوعود الحقيقه اللي يمكن قالها لكل اعضاء النادي الاهلي. ان شاء الله عندنا امل كبير الفتره القادمه مجلس اداره النادي الاهلي يستمر في الضخ الكبير ويستمر في حصد الانتصارات ويستمر في التطوير والانشاءات وكل الامور الخاصه اللي بتسعد كل جمهور النادي الاهلي، ويبقى وظل النادي الاهلي مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي. شكرا كريم وشكرا كابتن رؤوف عبد القادر. الحقيقه انا متاكد ان احنا قدام ملحمه رياضيه في كل الرياضات الفرديه والجماعيه قامت بيها طبعا كتيبه عمل جيش، الحقيقه يمكن بيشتغل بعيدا الى حد كبير جدا عن الاضواء، لكن حبه وانتمائه للنادي الاهلي كان دافع لانه يحقق الارقام القياسيه دي، واللي بالتاكيد احنا هنا في قناه الاهلي هنتكلم عنها بالتفصيل في الايام اللي جايه.